دكتور، من خلال جولاتك الانتخابيه بين مقرات النادي، والنادي ما شاء الله يعني كنت التحقت بعضويه اهلي مدينه نصر في 93، النهارده بقى مطلوب مجهود كبير بين 3 فروع وان شاء الله الفرع الرابع باذن الله في القريب يا رب العالمين. من خلال جولاتك الميدانيه حضرتك صغت البرنامج الانتخابي بتاعك زي ما اتفضلت. طبعا. بداياته ايه او اهم نقاطه؟ يعني يمكن النقطه الاستكمال هي نقطه الطب النفسي الرياضي، لان دي يمكن حاجة أنا متبني الفكر ده، لأن ده هيضيف للنادي الأهلي والأطفالنا في النادي الأهلي وشبابنا ولاعبينا المحترفين والمجال ده محتاج اهتمام، وأنا شفت أن الاهتمام لما يكون من النادي الأهلي، البوابة الرئيسية للبطولات، التاريخ الكبير، روح الانتصار، الأهلي معروف ب90+، نروح الفوز وروح الكفاح لحد اخر لحظه، فمن هنا يقدر روح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء طبعا، دي انا لازم هقف مع حضرتك في تفسير علمي ليها طبعا، لازم نتكلم فيها. من هنا نقدر نقول ان اتمنى ان احنا يبقى في النادي الاهلي يبقى رائد في علم الطب النفسي الرياضي وعلم النفس الرياضي، لان هو اصبح علم موجود في كل الاكاديميات والفرق العالميه وبيهتموا بيه من الناشئين. ايوه. السبورت سايكولوجيست اللي هو اخصائي النفس الرياضي ده اصبح مكون رئيسي في الجهاز الفني وبيهتموا بيه في الصغيرين من الاطفال. جزء تاني في حاجه اسمه المينتال كوتش اللي هو بيقدر، ودي اكتر بتبقى كمان في الالعاب الفرديه، ازاي بيساعد الشخص على التركيز والاستيعاب واعاده المهارات وازاي يركز على هدفه. وبنتكلم على الجزء النفسي الاجتماعي اللي هو التواصل ما بين افراد الطفل او الشاب او الناشئ، بيقضي وقت كبير في المدرسه، وقت كبير في النادي، ووقت مقبول في البيت. فاصبح النادي والمدرسه دول مجتمع يبقى المفروض مكمل للبيت والبيت مكمل ليه، فلازم يبقى في حلقه الوصل ما بين الاسر في وخصوصا في الشباب والاطفال والنادي، لان ده في غايه الاهميه. ومن هنا انا اتذكر كان حد جالي من كذا سنه، وانا عايز احكي برضو القصه دي لان هي قصه مهمه. كان من سنتين كان حد في اكاديميه كوره في نادي من النوادي الخاصه. ايوه. فوالدته جابته لي، الولد كان بيشتكي من اعراض جسمانيه، وبطنه بتوجعه جدا، بيجي له الم في جسمه، بيحس في بعض الاوقات برعشه، بيحس بالام متفرقه في الجسم، وفي بعض الاوقات ما بيبقاش قادر ياكل ومش حابب اللي هو ياكل. فلما اتكلمت قالت لي طب الفحوصات الطبيه، قالت لي رحنا كشفنا عند كل الاطباء وعملنا كل الفحوصات، ما فيش اي حاجه خالص. عضويا ما فيش حاجه. عضويا ما فيش حاجه تماما. فبدات اخد التاريخ النفسي. فالطفل ده كان هو تقريبا كان عنده 12 سنه في الوقت ده، هو كان فقد والده من 6 اشهر. وهو بيحب الرياضه وبيحب الكوره. ومع ذلك ظهرت بعض الاعراض بعد 6 اشهر، ففي مسافه مش قليله. لما اتكلمت مع الولد، هو من ضمن الحاجات كان بيروح يتدرب كوره في الاكاديميه ومبسوط بالكوره وكذا وكذا. فاللي انا اكتشفته ان الطفل ده كان قبليها بشهر كان في مدرب شغال معاه، وهو كان مرتبط بيه جدا عاطفيا. المدرب ده من شهر اللي هي من بدايه ظهور الاعراض، المدرب ده هو ساب الاكاديميه وسافر تقريبا او شاف عمل اخر. وجي مدرب جديد لسه معاملته اختلفت. فبدا في بعض الاوقات الاطفال ما بيبقاش عندهم مقدره على التعبير. وفي بعض الاوقات الاعراض بتيجي مش بالشكل الكلاسيكال المعتاد. فبدات تظهر عليه الاعراض من الوقت ده، ولما اتكلمت معاه حسيت فعلا الولد تاثر برحيل المدرب، والمدرب الجديد جاي، عارف حضرتك او كتير بيجي مدرب في بدايه العمل عايز يبقى يشد على الاولاد، عايز كذا عايز كذا، بيتعامل بعنف شويه. بيتعامل، انا دايما يعني ايه، العنف ده غير مقبول، لكن في بعض الاوقات الحماس الزايد او الضغط النفسي الزايد ما هو دي النقطه اللي احنا يعني، ان العنف في المجتمع اصبح فيه رفض ليه وفي تقنين كبير ليه، وحتى عنف لفظي يعني، عنف لفظي طبعا ومعامله خشنه. فالولد بدا يتاثر بشكل كبير. فلما نبص للرياضه، ان الرياضه قدرت تدعمه نفسيا بعده، ومدرب وحبه للرياضه قدر يدعمه نفسيا ان هو يقدر يقاوم وفاة والده ويتاثر من هو خايف من الرياضه يبعد عنها اللي هو بيحبها،
هنا أهمية الرياضة وهنا أهمية علم النفس الرياضي، لأن المدرب ده لما تواصلنا معه وتفهم الوضع اختلف بشكل كبير. وعندنا أوقات كتيرة ناس بتلعب رياضة في بعض الأوقات أداؤه بيختلف مع أنه يبقى عنده المهارة الكبيرة، مرة واحدة مستواه في حاجة غلط. لازم نفتش في النقطة النفسية الاجتماعية. ولازم الشخص نفسه يبقى عنده التقبل اللي هو يفكر في مشاكله الحياتية النفسية الاجتماعية وأثرها على ممارسته للرياضة. أنا من ضمن الحاجات اللي يعني أنا أقدر أقولها، مثلا عندنا مثال يدرس يعني، وإحنا كنا بنتناقش مع حضرتك إن فعلا محمد صلاح ده مثال لازم يدرس في الرياضة المصرية وللشخصية المصرية بشكل عام. صحيح. إن هو قدر يطور من نفسه ويوصل لمرحلة من المهنية والاحترافية، اللي هو إزاي النهاردة لعيب كورة بيطلع قدام حفيد ملكة إنجلترا بيتكلم عن البيئة والمناخ بحجم الثقافة ده فعلا فخر العرب، بيمثل شباب كتير، بيمثل أطفال كتير بيشوفوا في القدوة اللي احنا محتاجينها. هو قدر يشتغل على نفسه. وعلى فكرة في لقطات معينة لمحمد صلاح نقدر يعني نطلع منها بمفهوم عامل الشخصية. لو حضرتك تتذكر ماتش الكونغو، أيوة، ضربة الجزاء، قبل ضربة الجزاء لما جه فينا الجول، اللقطة اللي هو كان واقع على الأرض وقام اكتئب واتضايق وقام وحفز واشتغل علشان ينقل الفريق لمرحلة تانية إن احنا نوصل كأس العالم. وأنا في حاجة تانية سمعتها في كلامه ونقطة مهمة جدا متعلقة لأن في الطب النفسي الرياضي في جزء تحفيز الشخصية وإن احنا نوصل بالشخصية تبقى شخصية نفسية متزنة، في جزء تاني متعلق بتحسين الأداء الرياضي، وفي جزء التالت المتعلق بالحياة الاجتماعية. من ضمن المهارات اللي موجودة في تحفيز الأداء الرياضي أو تحسين الأداء الرياضي حاجة اسمها المينتال إيميجينج. أنا سمعت له كان لقاء كان بيتكلم على ضربة الجزاء اللي هو كان بيتدرب عليها قبليها. وقعد بالليل يتخيل اللي أنا هشوطها وهلعبها ازاي وهتيجي جول وهشوطها كذا، وقعد يتخيل ده كذا مرة. ده جزء على فكرة مهم جدا في التدريب الذهني للرياضة، اللي هو استحضار الشيء مسبقا، استحضار الأول المهارة اللي أنا بتدرب عليها أتخيلها. أيوة. هيبذل ساعة بيلعب بيتدرب، لما هيقعد يفكر فيها ويفكر في اللي هو اتدربه بيتخيل ده، هو ده تدريب، ده تدريب ذهني. أيوة. بيخليه وقت التنفيذ عنده سرعة البديعة أسرع، لأن هو ذهنيا ذهنه حاضر للمهارة. في حاجة تانية اسمها استدعاء المهارة من الخبرات السابقة. أيوة. يبقى عنده بعض الخبرات وبعض المواقف يقدر ازاي يستحضر قدراته من مخزونه في الوقت الصعب في الماتش. أه. وهنا عشان وده يمكن عندنا في النادي الاهلي يعني بالفطره، ولكن عايزينها تبقى فطره وعلم. يعني احنا فعلا اللعيبه بتاعتنا في خصوصا في فريق الكوره في اللحظات الحرجه بنلاقي في تغيير كبير وفي روح عاليه من اراده النصر والتركيز والحماس والتعامل مع الضغوط ان احنا نقدر نوصل للهدف. لكن احنا عايزين ننشره بشكل علمي لان ده اصبح علم، اصبح في علم كبير نقدر نتكلم فيه، يقدر يبقى فيه مخزون نفسي وذهني لشبابنا واولادنا ومحترفينا.